دي للكلب عمره ما يتعدل. انا اصلا مولود في ظروف صعبة، كويس قوي اني بقيت كده. ده اسمه اي كلام. كلنا نقدر نغير من نفسنا ومن فكرنا، واكتر حد حكايته ملهمة عن قدرة الانسان على التغيير هو مالكوم اكس. من مجرم لقائد، كلماته بتتعاد النهاردة على الانترنت اكتر من 53 الف مرة في الساعة، مع انه اتقتل من 56 سنة. في الفيديو ده انا هحكي لكم حكاية مالكوم اكس، ازاي اتغير وليه كلماته مهمة قوي لغاية النهاردة ومين اللي قتله. مالكوم اتولد في الزمن اللي كان فيه عنصرية شديدة جدا في أمريكا ضد السود، لدرجة إن كان ممنوع يختلطوا بالبيض وملهمش نفس الحقوق، غير إن كان فيه جماعات زي الكو كلوكس كلان، جماعة عنصرية دموية ضد السود في أمريكا. وبالرغم من إن أهل مالكوم عزلوا من بيتهم علشان يهربوا من الجماعة دي، لكن للأسف باباه برضو اتقتل بسبب العنصرية، ومامته دخلت مصحة، ومالكوم اكس واخواته السبعة اتوزعوا على ملاجئ. لما مالكوم اتسأل في المدرسة عايز تبقى ايه لما تكبر، قال عايز اكون محامي. تخيلوا المدرس قال له ايه؟ ده مش حلم منطقي لواحد زيك. مالكوم اتصدم وهرب، وللأسف كبر في وسط ناس مجرمين، وطبعا بقى مجرم زيهم، وانتهى الحال بيه في السجن. الولد ده كده اتدمر صح؟ صح. لا مش صح، لانه هو في السجن كان بيقرا كتير جدا، وحد من اخواته بعت له حاجات يقراها عن دين الاسلام وعن جماعه اسمها The Nation of Islam. اسلم، ولما خرج مش بس انضم للجماعه، لا كمان بقى قائد معاهم وبيتكلم باسمهم. لا ما شاء الله، بيعملوا ايه بقى؟ بينشدوا باستقلال السود في امريكا وتاسيس دوله ليهم لوحدهم. طب ليه لوحدهم؟ علشان شايفين ان السود هم اصل البشريه على الارض، وإن البيض أصلاً شياطين. مش دي عنصرية برضو؟ أيوة. وكان الفرق الأساسي بين مالكوم أكس ومارتن لوثر كينج اللي هو برضو كان مناضل لحقوق السود في أمريكا ساعتها، هو إن كينج أسلوبه سلمي، لكن مالكوم أكس كان عنده جملة مشهورة جداً، وهي إن السود لازم ياخدوا حقوقهم يعني حتى لو بالعنف. عنيف مالكوم اكس صح؟ صح. لا مش صح، لانه اتغير تاني لما سافر مكة وعمل حج هناك. مر بتجربة جميلة جدا، وهي انه قابل ناس من كل انحاء العالم، لغتهم مختلفة، ثقافتهم مختلفة، واللي فرق معاه قوي هو ان الوان بشرتهم مختلفة، لكن محدش فيهم شايف نفسه احسن من التاني. ورجع مالكوم اكس من الحج مسلم بجد ومتقبل لكل الناس، واتصدم في جماعة The Nation of Islam وسابهم، وخد نفس سكة مارتن لوثر كينج السلمية. فضل مالكوم اكس يحلم بان المساواة والاخوة اللي شافها بين الناس في الحج يشوفها بين السود والبيض في امريكا، لغاية اخر ثانية في عمره. حرفيا كان في ندوة من الندوات اللي بيتكلم فيها عن قضيته، وفجأة مالكوم اكس مات وهو عنده 39 سنة بس. تخيلوا في رحلته القصيرة دي اتغير واتطور كام مرة، وكان هيوصل لإيه ويحقق إيه لو كان عمره أطول من كده. أفكار مالكوم اكس لسه عايشة، بس حلمه للأسف لسه ما تحققش بالظبط، وعلشان كده خطاباته الحماسية مهمة لغاية النهاردة. هو مين اللي قتله أصلاً؟ جماعة The Nation of Islam اللي كانوا أشد أعدائه بعد ما سابهم. المهم، غير أن مالكوم أكس شخص قيادي وملهم وكان بيدافع عن الحقوق والحريات، لكنه بالنسبة لي إنسان قدر يتغلب على ظروفه ويغير من نفسه ومن أفكاره كل مرة علشان يتطور للأحسن، وده بيديني أمل أن أي حد تاني برضو ممكن يتغير. لايك، شير، كومنت، سيف، اي حاجه منكم كويسه. المهم ان اعرف رايكم في الفيديو، وتابعوني علشان اشوفكم الاسبوع اللي جاي في حكايه جديده او موضوع جديد. Love you. Bye.